يعني رح نبلش سمر بفقرة مهمة وهي عن التكنولوجيا والبرمجيات. رح نكون مع مطورين سوريين بامتياز أكيد وبكل فخر، عملوا وطوروا أكثر من تطبيق وشاركوا بمسابقات عربية، وآخر مسابقة كانت بدولة الكويت وفازوا ودخل تطبيق حيز التنفيذ. أكيد يا سالي، التطبيق بيحمل اسم شو رأيك؟ هو التطبيق كمان بيحمل شكل ومضمون تفاعلي، ممكن يكون له استخدامات متعددة. رح نتعرف أكثر عن هالفكرة مع ضيوفنا محمد جلال بارق دار، مطور تطبيقات للموبايل، محمد علي ديروان، مطور تطبيقات للموبايل. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني بالبداية دائما نحن وقت نشوف شباب سوريين حاصلين على امتياز، خلينا نقول، أو شهادة اختراع أو براءة اختراع فينا نقول بالمعنى الأدق، نحن منحس بالفخر رغم الظروف اللي كنا عم نعيشها. تطبيق بيحمل اسم شو رأيك؟ يعني منين اجت فكرة شو رأيك؟ حنبدأ مع حضرتك. صباح الخير وشكرا لك على المقدمة الحلوة. فكرة شو رأيك هي اجت من حاجة السوق لوجود تطبيق سوشيال ميديا، تطبيق عربي او بمعنى ادق تطبيق سوري يكون سوشيال ميديا نقدر نحن نجتمع فيه، نناقش فيه قضايانا، نناقش فيه افكارنا، وبنفس الوقت نقدر نخلي الابلكيشن او هي المنصة تكون تشبهنا، نعبر فيها عن نحن كيف حابين نقدم افكارنا. ومن هون طلعت فكرة شو رأيك اللي فضل رب العالمين اشتغلنا عليها من أكثر من سنة، وكان الإطلاق فيها بشهر 2، وبس بسبب الكورونا صار في شوية تأخيرات، بس الحمد لله هلا ردت الأمور، رجعت طبيعية، وإن شاء الله رح نعمل شغلات حلوة بهي المنصة. أكيد التطبيق بيشبه تطبيق الأنستا، خلينا نحكي كيف ممكن ننزله على الموبايل، كيف ممكن نستخدمه. تمام، مثل ما تفضلتي حضرتك، هو مثل تطبيق أي تطبيق سوشيال ميديا، حيكون بشكل عام بيحوي كل سمات السوشيال ميديا، حيكون لكل شخص في بروفايل، حيكون داخل بروفايله في أجوبته أسئلته، وبشكل عام كمان في عنا كومنتات، لايكات، شير على الأسئلة. بشكل عام كمان حيكون التحميل للتطبيق عن طريق منصات التحميل بشكل عام اللي هن جوجل بلاي وابل ستور، وحيكون التسجيل من حسابات جوجل وحسابات فيسبوك وعن طريق الابل اي دي بالنسبه اللي عندهم اجهزه ايفون. هذا الشيء حيعطي سكيورتي كثير عاليه للتطبيق، لانه حيحمي اي حساب من الاختراق. هذا الشيء كثير اشتغلنا عليه وتعبنا عليه انه يكون التطبيق كثير امن وكثير مهم، وهذا التطبيق بشكل عام. نعم، يعني دائما نحن بنمسك موبايله حيكون التطبيق ضمن ايقونه مثل الايقونات اللي عم نشوفها نحن هلا. الايقونات هو حيكون ايقونه اضافيه جديده لكل حدا حابب ينزل. شو رايك بينزله اذا كان موبايله ايفون عبر الاب ستور، واذا هواوي او سامسونج، ما عم نعمل دعايات نحن، عم نعمل هدول المتواجدين، بينزله ايضا عن طريق ايضا محل انترنت. لاي حد شو رايك خلينا نقول بيحقق إفادة؟ مثل ما بنعرف نحن الفيسبوك والإنستغرام هي مواقع تواصل وأحيانا مسلية، ولكن بدنا شيء مفيد أيضا، يعني غير أنه هو ممتع مفيد. لأي حد ممكن يوصل هيك رسالة معينة هذا التطبيق؟ تماما. هلا مثل ما حضرتك تفضلتي، نحن اليوم في عنا رسالة حابين نقدمها بأبليكيشن شو رأيك. اليوم هو عبارة عن منصة، اليوم ما فيك تقولي مثلا انه الانستغرام هو عبارة عن تطبيق للفاشن او تطبيق لتابع فيه مشاهير الميوزيك او الفن او حتى للرياضة. اليوم دائما المنصة السوشيال ميديا بتتبع اهتماماتك. اليوم اذا مثلا انا بفتح الانستغرام بطلع عندي كله اخبار رياضة، اخبار تكنولوجيا، شخص تاني بيكون كله له علاقة بامور السياسة، في شخص مثلا له علاقة بامور الفن. اليوم نحن حاولنا نبني منصة نقدر نخليها تفاعلية أكثر، خليها تقدم لي المحتوى بطريقة ذكية بحيث تتبع اهتماماتي، تشوف أنا كيف عم بتفاعل، كيف عم بصرف وقت على هذا التطبيق، بحيث التطبيق أو هي المنصة هي اللي بتتحول لتلبي احتياجاتي. وهي اللي بيميز تطبيق شو رأيك، نحن البوستات اللي بتنزل هي عبارة عن أسئلة، إن كان مع أو ضد، أو إن كان اختيار من متعدد أو ريتينج. فاليوم انا بقدر اتفاعل مع التطبيق بطريقه ممتعه وكون هدف التسليه، او لا انا بقدر اكون شخص عملي ومثلا حابب اليوم اطلع على محافظه جديده او سافر، حط
احط مثلا مطعم واخذ راي اصدقائي فيه كريتينج، او مثلا كقضيه اجتماعيه معينه مع او ضد. فهذا الموضوع اليوم هو بيتحكم فيه وبيعمل عليه كنترول اكثر هو المستخدمين، هنا اللي بيحولوا شكل التطبيق لاهتماماتهم. يعني اليوم انا الاشخاص اللي عامل لهم فولو على التطبيق هن الاشخاص اللي انا بيهمني هن شو عم بينزلوا، كان فنانين ولا رياضيين. ونحن حاولنا بهذا التطبيق نكون مثل ما تفضل علي نراعي اكبر قدر ممكن من السكيورتي، وبنفس الوقت يعني اللي ميز مشروعنا وخصوصا بالكويت كان موضوع الاي اي، الذكاء اللي نحن عم نوجه فيه الداتا للمستخدم، وفضل رب العالمين عملنا شغلات حلوه. اكيد. خلينا نحكي عن المسابقه وكيف كانت تجربه المنافسه عندكم. الحمد لله كانت كثير أصداءها حلوة. نتشكر أول شيء النادي العلمي الكويتي اللي دعانا واستضافنا استضافة كثير رائعة. الحمد لله كانت كثير منافسة قوية، إنه عندك أبليكيشن عم نافس اختراعات، يعني مو مسابقة متخصصة للأبليكيشن بشكل عام، فمتخصصة بالاختراعات هاي. فنافسنا تقريبا كل الدول العربية، نافسنا حتى الدول العالمية، تركيا، إيران، إسبانيا. كان فاختراعات كثير قوية، انه ابلكيشن ينافس هيك اختراعات كثير. يمكن كرمتوا هلا عم تمرق الصور على مشاهدينا بتكريمكم. اكيد تفضل. تمام. الحمد لله نحن اخذنا الميدالية الفضية، وكثير كانت اصداء حلوة ولفتنا النظر انه في لسه شباب سوري عم بيشتغل ويتعب، واي رغم الظروف الصعبة اللي مرينا فيها، فكثير كان اصداء حلوة. وبهالوقت هيك نتشكر كل التيم اللي اشتغل معنا. يعني اكيد أكيد. خلينا نحكي عن المجالات الأخرى اللي بيستخدمها التطبيق، شو هي؟ هلا بس بدي أحب أذكر شغلة، بحب أشكر كل اللي وثقوا فينا وكل اللي دعمونا بهي الرحلة وأطلعنا على الكويت، وبحب أشكر كل التيم اللي اشتغل معنا يعني فردا فردا. أهم نقطة كانت بالكويت مثل ما ذكر علي أنه هي كانت المنافسة كأبداع واختراع، ما كانت كأبليكيشنز. فكان أصعب شيء نحن واجهناه بهذا الموضوع أنه نحن عم ننافس بمجال صحي، عم ننافس بمجال كيميائي، عم ننافس بمجال هاردوير. فكان مثلا أحد المشاريع المنافسة هي محاولة إيجاد عقار لسرطان الثدي، فهي الفكرة هي لحالة جذابة مقارنة بنحن عم نشتغل أبليكيشن. فنحن بهذا الموضوع حاولنا لا أنه نحن نروح فيها للإكستريم كأبليكيشن، وهي هذا الموضوع اللي أنا حاب لك عليه، هي الميزات للتطبيق. اليوم نحن قدمنا منصة سوشيال ميديا متكاملة، فيها نظام بروفايل، فيها نظام فولوينج، فيها نظام فولوورز. فاليوم المشروع تبعنا كان هو مشروع متكامل، نقدر نحن نقدم ورائنا فيه أنه نحن شباب من سوريا عم نقدم مشروع. نحن مالنا شعب مستهلك، لا نحن حتى عم نصدر مشاريع. وحتى الفكرة اللي نحن طلعنا فيها أنه نحن نعمل شيء بيشبهنا. يعني اليوم كانت فكرة شو رأيك، هي فكرة مميزة. اي نعم في ستاندرد للسوشيال ميديا، بس نحن اللي طلعنا فيه واللي تميزنا فيه هو طبيعه البوستات اللي بتنزل. واللي بيميز اكثر شيء شو رايك هي الاحصائيات اللي نحن بنقدمها. اليوم اي مستخدم في يشوف لكل سؤال او لكل خيار من الخيارات مين اللي صوت كفئه، انه من الذكور ولا الاناث، او الفئه العمريه، او حتى البلدان. فهو بيقدر ياخذ استطلاع كثير مهم على السؤال اللي نزله. تمام. يعني مثل ما ذكرت هي عملية استبيان مثل ما فهمت من حضرتك، انه لاي حدا مثلا حابب خلينا نقول يعطي رايه، مثل ما بنشوف نحن استبيانات ورقيه، ولكن نحن قلبناها لبروجرام جميل ممكن يحقق الافاده. اكيد مع سمار رح نشوف التعليقات اللي جايه على صفحه صباحنا غير للتكنولوجيا معكم. اكيد كثير من التعليقات وصلت. كان سؤالنا تطبيقات الموبايل متنوعه مثل ما بنعرف الفيسبوك والواتساب والانستا وغيرها، خلينا نحكي عن ابرز التطبيقات اللي عم يرغب هو الشعب يكون في منها نسخة عربية، يعني يكون قصة مطورة منها مبرمجين بشكل خاص بما يناسبنا. كثير من العالم شاركت بالأفكار وعطت كثير اقتراحات، وخلينا نحكي أنتوا شو المميز عن هالقصص، عن الفيسبوك والواتساب والأنستا، شو أنتوا حتتميزوا عنهم كتطبيق عربي؟ هلأ كتطبيق عربي هو تطبيق طلع من ثقافتنا. تمام. والأهم أهم نقطة بهذا المشروع هي كان التوجه تبعنا أن احنا نطرح المحتوى بشفافية بعيدا عن البزنس موديل. اليوم أي حدا بيقدر يطرح سؤال بيقدر مباشرة يحصل على إحصائيات، إن كان هو صاحب هذا السؤال أو كان هو صاحب إجابة لهذا السؤال. فاليوم كل الشركات فيها تحصل على
استبيان بشكل مباشر للعملاء تبعه، وبنفس الوقت حتى السليبرتي بيقدروا يتواصلوا مع الفولورز تبعهم بطريقه نعم. مباشره. يعني سمر ذكرت امور كثير الشعب دائما بيسال عنها، الشباب بالخصوص اللي كلنا عنا شغف للسوشيال ميديا، هي عم تملي لنا وقتنا. انتم كشباب عاملين تطبيق، شو رايك؟ شو رايكم بفكره انه نحن نعمل فيسبوك عربي؟ والفيسبوك هو مثل ما بنعرف تطبيق الفيسبوك شو منين، نحن نعمل هيك فيسبوك عربي، ممكن تنجح هيدا الفكره نوعا ما؟ هلا كان في مبادره، معلش عليك، ايه كان في مبادره لسيرياتيل مشكوره كانت عامله مع شركه ترند، عملوا سوريون، هو موقع تواصل اجتماعي سوري، حاولوا يستنسخوا فكره فيسبوك. فهلا انا ما بقدر اقول، لانه انا بالدومين، ما بقدر اقول انه هي نجحت الفكره او فشلت، بس اللي بقدر اقوله انه نحن اليوم حتى فيسبوك فينا نستخدمه بطريقه سوريه، يعني اليوم الصفحات الاوفيشال اليوم او التعبير اللي نحن عم نستفيد منه من هي السوشيال ميديا، نحن عم نحاول نعمل اسقاط لنا عليها، وهذا الفكره او هذا المنظور اللي حبيت اذكره، انه نحن عاملين منصه، فيسبوك هو منصه وليس هو ابلكيشن بيقدم خدمه من اي تو زد، اليوم نحن اللي بنقدم خدمه لبعض عن طريق الفيسبوك. تمام. فاليوم هي التجربه اللي انا بوجهه نظري هي انه نحن اي نعم لازم يكون في عنا صناعه او لازم ندعم هي الصناعه، ومشكوره اليوم توجه الحكومي كثير لدعم صناعه التطبيقات، حتى صار فيها الاعتماديه لقانونيه التطبيقات، وان شاء الله هي رح ترفع سويه الابلكيشنز بسوريا، بس انا بوجهه نظري انه اليوم حتى نحن نحاول نستخدم اي تكنولوجيا جديده، لازم اول شيء نحن نحاول نبسط هي الثقافه بالمجتمع، نحاول ندعم 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 هذا الموضوع كامكانيات. فالتجربة المثلى لاستخدام هذا الموضوع أنا برأيي إن شاء الله بالسنين اللي جاية حتكون ممتازة. هو استنساخ التطبيق بشكل عام يعني مو شيء إيجابي، لازم دائما يكون في أد فاليو يعني للتطبيق لحتى يكون يعني مواكب لعاداتنا، مواكب يعني يكون فعلا بحاكي فعلا السوريين بشكل عام. أكيد إذا ما في هي هذا الموضوع فالموضوع بالنسبة هو موضوع التقليد، حلو الواحد يكون تمام. عنده بصمة مختلفة تمام. هو هذا البرنامج كفكرتكم تمام. يعني هلأ شو رأيك أكيد. بشكل عام هو موجود يعني الأسئلة موجودة عن طريق الفيسبوك، بس نحن كان في أد فاليو أنه في إحصائيات لكل سؤال، أي الإحصائيات حتستفيد منها الشركة لحتى مثلا تستفيد تعرف آراء المستهلكين، رأي المستهلك إن كان توجه الماركتينج بشكل عام للمستهلك اللي هو، لأنه نحن عم نعطيه إحصائيات حيعرف أنه هذا المنتج مثلا معجب فيه مثلا نساء أكثر من رجال، أو لفئة عمرية مثلا الشباب رجال، مرغوب ببلد معين أكثر من بلد معين، هيوجه الماركتينج دراسة الماركتينج لهالموضوع. أكيد أكيد. خلينا نحكي عن التطبيقات التعليمية اللي عم تعملوها، شو الجديد؟ طبعا نحن هلا عم نشتغل على تطبيق تعليمي تربوي للاطفال، كثير حيكون شيء رائع، انه حيكون كثير تفاعلي، كثير في انيميشن، حيخلي وقت الطفل مفيد، يعني اضاعه الوقت على الموبايل كثير للاطفال بشكل عام، هون حيكون في فائده من وقته على الموبايل، انه حيعطي تربيه، وطبعا ضمن يعني نحن حنعطيه قيم تربوية من عاداتنا الاجتماعية، وفي مسؤولين تربويين عم يشتغلوا معنا على هذا الموضوع، مطورين كتير كمان على مستوى عالي. نعم أكيد. يعني اليوم كانت فقرتنا مميزة، وخاصة بشباب سوريين قدروا يحققوا نقلة، خلينا نقول هي نعتبر نقلة بعالم التكنولوجيا، هذا العالم الافتراضي الواسع بجميع أطيافه. نتشكر وجودكم معنا لليوم، وبدنا نتمنى لكم التوفيق بأبليكيشن هيك أيضا مميز مثل شو رأيك؟ إن شاء الله. أكيد أكيد نتشكر وجودكم معنا، وشو رأيك نتمنى له الانتشار الواسع بكل الوطن العربي والعالم، نتمنى لكم التوفيق، أنتم الشباب السوري اللي نحن دائما نشوف حالنا فيهم. أكيد شكرا لوجودكم معنا.